أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. ومن أي شيء يتزكى؟ يتزكى أولا من الشرك بالنسبة لمعاملة الله، فيعبد الله مخلصا له الدين، لا يرائي ولا يسمع ولا يطلب جاها ولا رئاسة فيما يتعبد به لله عز وجل، وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الآخر. تزكى في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث لا يتبع في شريعته لا بقليل ولا كثير، لا في الاعتقاد ولا في الأقوال ولا في الأفعال. وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو اتباعه من غير ابتداع، لا ينطبق تماما إلا على الطريقة السلفية، طريقة أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على طريقة على الطريقة السلفية الذين لا يبتدعون في العبادات القولية ولا في العبادات الفعلية شيئا في دين الله، تجدهم يتبعون ما جاء به الشرع، خلافا لما يصنعه بعض المبتدعة في الأذكار المبتدعة، إما في نوعها وإما في كيفيتها وصفتها وإما في أدائها، كما يفعله بعض أصحاب الطرق من الصوفية وغيرهم.